كفى يا أبي، لقد جاء الجار لمقابلة أمه. اخرس، ابتعد عن طريقي. أوف. شارلي، لا تحاول أن تجمع بين الجار وبين أمه، هل تسمعني؟ فهمت؟ انتظر، جاء الصغير ليلتقي بأمه، لماذا نقف في طريق لقائهما؟ كلب يأتي زاحفا للقاء أمه لن يصبح مقاتلا. عم سكوت مصمم على عدم السماح لبومبوم بمقابلة أمه. سكوت المخادع ذلك. أه؟ يجب أن أجد طريقة ليلتقي بونبون بأمه. طبعا طبعا، ولن أقبل بأي حل آخر سوى لقاء بونبون بأمه. آه صحيح، لقد سببت لنا كثيرا من المشاكل بالماضي. أرجوك كفى يا شنبو. على كل، دعونا نفكر في خطوتنا التالية. شكرا يا عم شنبو، وأنت يا بونتا. هيا نلقي نظرة مرة أخرى. أمي، سيقبض أبي بالفعل على الصغير ليأخذه إلى ألاسكا. عندما يصمم أبوك على شيء فإنه لا يستمع إليه. إذا كان عازما على الرحيل بهذه السرعة فلماذا عاد إلينا؟ تشارلي، لا تتكلم بهذه الطريقة. أنا لا أحب أبي، فهو لا يبقى في البيت أبدا ويتركنا وحدنا. لكن أبوك عنده مشاكل ومشاغل. أوه هيا هربي. عرفت الآن. ماذا عرف؟ ذلك الصوت، هناك فخ في مكان ما، وعندما تلمسه يقرقع ويقبض عليك. إن الفخ الذي وقعت فيه القطة يسمى فخ النمر. فخ النمر؟ إنه مخفي بين الحشائش، وعندما تدوس عليه كلب 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 كما رأيت. إذن من المستحيل أن ندخل. لكنك رأيت لتوك القطة وهي تركض باتجاه البيت، صحيح؟ ليس هناك أفخاخ تكفي لتغطية مساحة المزرعة الشاسعة كلها. وهكذا نتجنب نحن الفخاخ فحسب. إن تجنبنا الفخاخ سيتمكن بومبوم من مقابلة أمه. إذن هيا بنا. هيا انطلق أسرع. ماري، الجر قريب من هنا ويجب أن تريه. انتظري قليلا، سأحاول أن أجمعكما معا. يجب أن أكون حذرا. يجب أن أكون حذرا. هذا فخ. هاي بونبون، انتبه، ان دست على فخ ستكون نهايتك. جعل الجرو كلبا مصارعا وهذا خطأ. حسنا، لن أمانع في ذهابه إلى ألاسكا، لكن دعه يرى أمه على الأقل. أرجوك دعه يراه.
لقد أبعد الصغير عن أمه بعد ولادته مباشرة ولم يرها منذ ذلك الوقت. شيء محزن لو أبعدت عن أمي هذه المدة الطويلة. لم أكن لأحتمل ذلك. أبي أرجوك لما لا تدع الجرو يلتقي بأمه ثم خذه بعدها إلى ألاسكا. ليس سهلا أن يصبح المرء قويا شارلي، هذا ينطبق عليك أيضا. لن تصبح رجلا إن اعتمدت على آخرين، وهذا ينطبق على الجرو. إن أبي لا يفهم مشاعري أبدا. لا أمل فيك يا بوندا. لكن ظننت أن بندن وقع في الفخ. بوندا كفاك عذارا. لا تشعر بالذنب يا بوندا، كانت غلطتي إذ رفعت صوتي عاليا. هيا دعونا نحاول ثانية. هو الرجل. أصبح الأمر مستحيلا. ألا توجد طريقة أخرى للدخول؟ إيه؟ عندي فكرة، فكرة عظيمة ولن تفشل أبدا، فكرة العصر. تكلم، كفاك هراء وقل ما هي. اسمع، أنا وعمشنبو سنقلد صوت قرقعة العلا بتلك. سيأتي الرجل لملاحقتنا، أنت يا بندن ستذهب لرؤية أمك الحبيبة. فكرة مبالغ فيها جدا، لكنها بالنسبة لبونتا فكرة جيدة. نعم إنها فكرة جيدة. إذن لنطبقها في الحال. اسمع يا بندن، عندما تسمع القرقعة تركض إلى أمك. فهمت. هيا. اخفض راسك يا بوندا. حسنا. ما رايك الان؟ اعتقد انها مسافة كافية. اذا هيا بوندا، هل انت جاهز؟ نعم. وقعت. الصغير ليس هنا يا صغير.